السلام عليكم. اليوم نروحوا للملعب دويرة حيث أنه العملية تعويض الكراسي راهي وتيرة يعني جد سريعة والنتيجة رائعة، يعني والله العظيم يعني الشكل نتاع الكراسي هذا والتناغم بين الألوان شيء رهيب. الحمد لله أنه الأشياء راهي في يعني في الطريق الصحيح. يبقى الشيء المؤسف هو التغطية الخارجية للملعب هذه، إن شاء الله يكون تكون فيها يعني تغطية للملعب هذا. وأترككم مع هذه الصور الأخيرة تاع اليوم، والسلام عليكم.